ممكن تعرفنا بنفسك؟ وده يعني انت كاتب رساله على ظهر التيشيرت عايزين عصام حسن باي باي مستر كيوش، ايه المغزى من رساله والهدف اللي حصل الماتش اللي فات؟ انا بتكلم بلسان اي حد يعني، مش انا بس اللي بقول كده، بس الناس كلها بتقول كده. يعني انت شايف عصام حسن الانسب في المرحله الحاليه؟ اه طبعا. وانت بتأيده رأي ده اللي حسام حسن الانسب في الفتره الحاليه؟ حسام حسن اه اكيد. وانت عملت شيرت دعم اكرم توفيق ده محمد صاد عشان التنظيم الجيد اللي مصر عملته في اه انجاز الام عملته ومدار التيشيرت اكرم توفيق. ايه رسالتك لاكرم توفيق؟ ربنا يقومه في الشنطه والله مستفيدين كلنا في الملعب. لا اكرم توفيق هو من ارجل الناس في الملعب. اكرم توفيق راجل في المنتخب وراجل في كل حته. راجل، الف سلامه على اكرم. في